السلام عليكم. نبدأ اليوم المحاضرة السادسة في مسار تصميم منطق الحاسوب، ومحاضرة اليوم محاضرة زخمة شوي لأنها تقريبا كلها رياضيات بحت. المواضيع اللي حناخدها اليوم حناخد مع بعض البوليان الجبرا. طبعا احنا تطرقنا للمواضيع هذه بشكل سريع الفصل اللي فات، وحناخد حاجه اسمها الاس او بي فورم، سام اوف برودكت فورم، والبي او اس فورم، وعمليه التحويل بين الاثنين. بدايه البوليان الجبرا هذا موضوع كثير مهم، لانه هذا العلم تاع البوليان الجبرا يتعامل مع الرياضيات اللي خاصه بالدوائر المنطقيه. نشوف مع بعض مثال. لو نيجي نطلع على الرسمة هاي، نطلع على الرسمة اللي هنا. أول شيء هذا السيركت اللي معانا بنسميها لوجيك سيركت، لكن اللي هنا هذا بنسميه بوليان إكسبريشن. وهذا البوليان إكسبريشن اللي هو استنبطناه من وين؟ من اللوجيك سيركت هاي. طبعا كلام هذا احنا أخذناه بالتفصيل المحاضرة اللي فاتت. طبعا لو انا عايز هنا اشتغل على اللوجيك سيركت هاي من ناحيه اضافه او تعديل او اي تغيير بدون ما اكلف حالي جهد ووقت، فبصير هنا انا بدي اشتغل على مين؟ على البوليان اكسبريشن تاعي. يعني لا يعقل ان مثلا بدي اجي اصغر هذا السيركت على سبيل المثال او اعدل فيها، باني مثلا اجي اجرب اخذ النط من هان الان واحط نط، او هنا احط نور او نان الى اخره، واقعد اجرب شو بيزبط ولا ما بيزبطش. طبعا هذا كلام مش منطقي لانه هذا بياخذ وقت وجهد كثير. فالصح بانه انا احول اللوجيك سيركت هاي للايكويفالنت بوليان اكسبريشن تاعها، وابدا كل شغلي على مين؟ على البوليان اكسبريشن. طبعا كيف انا بدي اعرف؟ انا مضطر ان انا اتعلم قوانين اللي خاصه بالتعامل مع البوليان فاريبل والبوليان اكسبريشن. طبعا هذا العلم اللي بيتعلق في التعامل مع البوليان اكسبريشن اللي احنا بنسميه ايه؟ بوليان الجبرا. فبالتالي لازم نتعلم العلم تاع البوليان الجبرا، القوانين تاعته الى اخره. هذا اللي حنحكوا مع بعض، وهذا اللي حكينا عنه او حنشوفه في اول سلايد. هذول هم الثيورمز واللوز الخاصين بالبوليان الجبرا. طبعا اول شيء نيجي هنا، هنا بقول لي A زائد صفر يساوي إيش؟ انتبه معي. أول شيء الـ A هنا عبارة عن بوليان فاريبل. بوليان إيه؟ بوليان فاريبل. بوليان طبعاً بول اسم العالم، وبنعرف إحنا كلمة هنا بول معناها إنه بياخذ يا صفر يا واحد، فلما نقول بوليان فاريبل معناته الكلام إنه هذا المتغير اما حيكون في قيمة صفر يا اما حيكون في واحد بس. فلما نيجي هنا ونقول الان المتغير ايه؟ البوليان فاريبل ايه؟ زائد، زائد معناها ايه؟ معناها اللي هو الاور، مش اخذنا الكلام هذا؟ نعم. فلما نيجي نطلع هنا ايه اذا كانت صفر او بتكون واحد. الان اذا اي صفر اور الصفر، يعني بين الصفر والصفر شو الاور تاعتهم؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي صفر. ولما نقول لك واحد هان هاي الواحد اور الصفر حتعطيني ايش؟ واحد. لو بين يعني الاور مدخلها صفر وواحد بعطيني، فبالتالي ايش بتلاحظ هنا؟ شايف؟ هذه الايه حتكون نفسها مين؟ اي. فبالتالي هنا اي زائد صفر حتساوي مين؟ نفس قيمه اي. نيجي نطلع هنا لما نقول له اي زائد واحد بيعطيني شو؟ طبعا لاحظ معي هنا هذه الايه قد تكون صفر او قد تكون واحد. الآن أنا صفر زائد واحد، صفر زائد واحد معناته إنه صفر أور الواحد، هيعطيني كام؟ هيعطيني واحد، ماشي. نشوف الحالة الثانية، إذا كانت إيه بتساوي واحد، واحد أور الواحد برضه واحد، يعني دائماً وأبداً حتعطيني القيمة مين؟ واحد، هي معناته إنه إيه زائد واحد بيعطيني إيه؟ واحد. نيجي نطلع هنا نشوف الفرق. هنا هذا طبعا موضوع ايه؟ اند، لان الضاد ترمز للاند لوجيك جيت، والاور والزاد يرمز للاور لوجيك جيت. فبنيجي هنا نطلع هنا عندي اذا ايه صفر في حاله، في الحاله الثانيه لما انا واحد، الان صفر اند الصفر شو بعطيني؟ صفر. واحد اند الصفر برضه بعطيني صفر، فدائما وابدا
ان بالصفر حيعطيني دائما وابدا ايه صفر. نيجي هان لان لما نطلع ان هان هذا حتساوي مره صفر او واحد باعتبر انه هذا بوليان فاريبل. صفر عند الواحد حيعطيني ايه صفر صح. صفر عند الواحد بيعطيني صفر، واحد عند الواحد بعطيني واحد. يعني لاحظ صفر واحد صفر واحد يعني دائما وابدا نفس قيمه مين A. هاي معناته انه A ضد الواحد يساوي A. نيجي نشوف هنا الان A or A زائد A شو يعني. معناها انه بين ال A وال A موجود or logic gate. لو هاي صفر طبعا هذا حتكون صفر لانه نفس المتغير. الان صفر or الصفر شو بعطيني صفر، واحد اور الواحد بعطيني واحد، يعني دائما وابدا نفس قيمة مين؟ A. طيب نيجي نطلع هان A زائد A بار. الآن دير بالك هان إذا A صفر A البار شو حتساوي؟ واحد صح؟ لأنه عكسها. الآن صفر اور الواحد حيعطيني إيه؟ واحد. إذا الـ A هذه واحد هذا حتكون الـ A بار حتساوي صفر عكسها. واحد أور الصفر حيعطيني برضو واحد، عشان هيك A زائد A بار دائما وابدا حتعطيني واحد. واضح؟ نيجي نطلع على الرسم اللي هان. الآن نقول هنا A ضد الـ A، إذا هذه الـ A صفر فهذا حتكون نفسها صفر. الآن صفر ضد الصفر بيعطيني صفر، وإذا هنا A واحد هنا حتكون برضو واحد لانه A ضد الواحد بيعطيني ايه سوري واحد ضد الواحد بيعطيني ايه واحد. يعني دائما وابدا نفس مين نفس قيمة A. هاي معناته انه A ضد A يساوي A. نيجي نطلع على هاي A ضد A بار، اذا هاي صفر هذا حتساوي واحد لانه ال A بار عكسه. الان صفر ضد الواحد بيعطيني صفر، والواحد ضد الصفر اذا هذا واحد هتكون صفر صح. فالان واحد ضد الصفر هيعطيني ايش برضه صفر دائما وابدا هتعطيني صفر. نشوف المثال اللي هان هذه معناها نكمل مع بعض اللو او اللي هو النظريه التاسعه. هنا الترم التاسع بيقول لي هنا A بار البار بيساوي A. كيف؟ اول شيء لو جيت انت وقلت هاي A بعدين هاي A بار بعدين A بار البار عشان نقارن بين هاد وهاد. الان هنا اذا A بتساوي صفر A البار شو بتساوي؟ واحد. A بار البار عكسها كمان مرة صفر. طيب نفس الشيء اذا الـ A هنا كبوليان فاريبل ساوت واحد شو الـ A بار تاعها؟ صفر. شو A بار البار كمان مرة هيرجع واحد. فدائما وابدا لاحظها نفس قيمة A. هاي معناته انه A بار البار يساوي A. الوقفة اللي بعديها هم طبعا هذا قانون بيقول لي هنا A زائد AB يساوي A. ممكن نحن نتأكد من الكلام هون من خلال التروث تيبل. يعني مثال هنا ممكن نرسم الرسمة هاي للتوضيح. في عندي طريقتين عشان نثبت الكلام هذا. الطريقة الأولى اللي بأننا ممكن أرسم التروس. أول شيء خلينا أرسم الرسمة تاعتها. هذا الرسمة تاعتها عبارة عن إيه؟ عن big or هاي or بين مين ومين؟ بين ال A وفي عنا and مع مين؟ مع نفس ال A ومين؟ و B صح؟ هاي الرسمة تاعتنا. هاي معناها A زائد AB. تعالوا نمشي نعمل التروس تيبل تاعتنا. هاي عندنا المدخلات A و B، وهي عندنا الأوت بنسميه واحد. طبعاً ما إنه متغيرين صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد. تعال شو نلاحظ هنا. أول شيء بقول لي هنا إذا هذا الصفر والبي صفر شو حيصير معي؟ طبعاً هذا حتصير صفر 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 للآن حتصير صفر مع الصفر تاعت اللي حتعطيني صفر. فأنا حتعطيني كام؟ صفر. طيب هاي الحالة الأولى نغير. نجرب الآن مين؟ صفر واحد صفر واحد. طبعا هذا الصفر تاعت الـ A صفر وواحد للآن برضو صفر. مع الصفر تاعت الـ A حيعطينا برضو صفر، حتعطينا هنا صفر. الآن تعال نجرب هذا لما تكون A بتساوي هي الواحد. نجرب الانبوت اللي هم ايش؟ واحد صفر واحد صفر. إذا واحد صفر حتعطينا هذا إيه؟ واحد. وهذا عنده واحد لأن واحد وصفر حيعطينا صفر تاعت الآن.
واحد وصفر الاور بتاعتهم هيعطينا واحد، يعني واحد. نرجع كمان مره نجرب واحد واحد الحاله الاخيره. لما بكون عندي واحد واحد، هادو واحد وهادو واحد، حاطين هنا ايش؟ واحد الان تاعتهم مع الواحد الاور تاعهم برضه واحد. فبقول لها ايش بتلاحظ؟ حتلاحظ انه هاد شايف القيم اللي هنا اللي هم 0 0 1 نفس قيم مين؟ نفس قيم اي. هاي معنات الكلام هذا. طبعا انا اثبت لك الكلام هذا بدنا نرسم لك الرسمه هنا واجيب لك الترو ستيبل تاعك عشان اثبت لك انه الاوتبوت تاعت هاد هي نفس قيمه اي. ممكن نعمل نفس الشيء للي هاد، نرسم الرسمه تاعت هاي والرسمه تاعت هاي. بعدين هات الترو ستيبل تاعت هاي والترو ستيبل تاعت هاي، حتلاقيهم ايش؟ ايدنتيكال. طيب طبعا بالنسبه لموضوع 12 و13 و14 و15 برضه نفس الشيء. انا في عندنا قانون هذا، انت اصلا لو دخلتهم في بعض واستخدمت القانون قبل حيطلع نفس الشيء. هذا حيمر معنا اكثر او حيوضح لنا اكثر من خلال الممارسه. طبعا موضوع الكيوميتاتيف والاسوسيتيف والديستريبيوتيف مر علينا، هو نفس فكره الجبر العادي اساسا. يعني مثال نيجي نقول A or B هي نفسها بتساوي B or A، ما فيش اختلاف عندنا زي عملية الجمع. أو نقول هنا A B هي نفسها B A، هاي أول واحد، هذا بنسميه الكيوميتاتيف. الأسوسيتيف هان لما أقول A زائد B زائد C هاد لحالها ما اختلفتش، لو عملت الـ A زائد الـ B مثلا ما اختلفتش. نفس الشيء بالنسبة لموضوع الآن، لو عايز أضرب نفس الشيء، موضوع واضح. موضوع الديستريبيوتيف هنا لما نيجي نقول A جوز بي زائد سي، ممكن ندخل ايه جوا، حتصير عندي اي بي زائد اي سي زي ما احنا شايفين، اي بي زائد اي سي. او من هنا مثلا نيجي تعال نضرب على سبيل المثال، نضرب الاقواس في بعض نفس فكره الجبر العادي، حيطلع عندي القيمه هذه. فهذا بقول ان هذول الكلام ايه؟ هذول من ضمن اللو والثيورم تاعين البوليان الجبر. بكفيني اعرف هذه القوانين عشان احل اي سؤال في بوليان الجبر. تعال نقعد مع بعض امثله. لكن قبل ما ندخل في الأمثلة، احنا نوضح لك الفكرة اللي حكيت عنها تاع موضوع الكيوميتاتيف والاسوسياتيف والديستريبيوتيف. نوضح لك الكلام هنا هيك. فهو بقول لي مثال هنا كرسم، يعني هاي A و B هنا نفسها A زائد B، بين أمور أو العكس ما اختلفتش، حاعطيني نفس الناتج. فبالتالي هنا عملية تبادلية زي عملية الجمع، 5 زائد 7 هي نفسها 7 زائد 5، مالهاش دعوة بالترتيب. نيجي على الاسوسيتيف نفس الفكره، زي طبعا موضح الكلام هذا ايش بالرسم هذا عشان اذا انت حابب انك تدخل تفاصيل اكثر، يعني للتوضيح. ديستريبيوتيف لو هنا نفس الفكره، شايف احنا ايش كيف رسمين الرسم هذايا، وهي الرسم مين؟ الان هذول الاثنين نفس الشيء، حتلاقي لهم نفس الترو ستيبل. الان نيجي على موضوع ديمورجان ثيوري. الموضوع اللي تطرقنا له بتاع ديمورجان لما حكينا على الناند والنيجاتيف اور، ولما حكينا على النور والنيجاتيف اند لما لقيناهم ايكويفالنت. طبعا فبقول لي انا هو مفهوم ديمورجان لو موضوع سهل، هذا الايكويفالنس ما بين الناند والنيجاتيف اور، والايكويفالنس بين النور والنيجاتيف اند. مر علينا احنا الكلام هذا المحاضره اللي فاتت. فطبعا هذا هو بكل بساطه اللي هو ديمورجان ثيوري. الفكره تاعته كالتالي، طبعا هو لي تو ثيوري. بقول لي هنا لما نعمل اكس دوت الواي بار، هذا طبعا رمز الناند، هذه بتساوي النيجاتيف اور بينهم، شو عملنا هان؟ بقول لي يعني خذ الاكس نفس الشيء وحط سياره اكس بار، وهات الواي وحصير عندي ايش؟ واي بار لحالها. فتقسم عند البار هنا كل فيريبل على حده. والضغط اللي هنا صارت ايش؟ يعني الان صارت اور بكل بساطه. او بمعنى اخر هذا رسمنا الكلام، طبعا رسم مرت علينا قبل هيك، انا ماخذها من سلايد المحاضره اللي فاتت اللي هي بتاعت الناند اللي هي ايكوفالنت لمين؟ للنيجاتيف اور. نفس الشيء لما اجي اقول انا في النظريه الثانيه تاع ديمورجان، لما اقول اكس زائد الواي كلها بار، هذا طبعا رمز النور، انا ممكن افك البار اللي رابط التو فيريبل، ممكن افك البار اللي رابط التو فيريبل واخلي طبعا باجي بالاول على اكس، هاي اكس لحالها بار والواي لحالها بار والزائد عندي حتصير ايش؟ ضغط، عكس الكلام اللي فوق. هذا معناها ان النور هنا ايكوفالنت لمين؟ للنيجاتيف اند. تعال نشوف احنا امثله على الكلام هذا. طبعا من ضمن الامثله اللي موجوده معنا في النور، زي لما نقول هنا اكس دوت الواي دوت الزد. مثال كيف بنحلها هاي؟ اول شيء حاجه على اكس هنا هي حتصير لحالها اكس بار لحالها.
بعدين برجع الواي اللي هنا هيك بيصير واي بار لحالها. بعدين برجع الزد هيك بيصير زد بار لحالها. وعندنا الضغط اللي هنا ايش حيصيروا؟ هذا الضغط حتصير زاد وهذا حتصير زاد، بس موضوع كثير بسيط. العكس بالنسبه للموضوع اللي هيك، لما نقول له مثلا هاي اكس زاد واي زاد زد كلها بار. لا انا عارف فكره ديمورجن هنا هو دير بالك البار اللي هنا مربط لكل الفاريبل مع بعض، كيف بدي افكهم وصلهم كل واحد لحال؟ هذا شو بنعمل؟ باجي اول شيء هاي الاكس بار لحالها، وهي الواي بار لحالها، وهي الزد بار لحالها. الزد شو بده يصير؟ ضغط، والزد هذا بده يصير ضغط، فالموضوع اللي مباشر وبسيط. طيب نعطي أمثلة على ديمورجن، هاي الأمثلة اللي عندنا هنا هيك، نشوف كيف احنا ممكن نستفيد من نظرية ديمورجن، لأنه بالفعل نظرية ديمورجن هن بتحل إشكاليات كثير، بالذات في عملية السمبليفيكيشن زي ما حنشوف. طبعاً نشوف المثال اللي معانا هنا هيك، فبقول لي أبلاي ديمورجن ثيورم للبوليان إكسبريشن اللي جيفن. الموضوع بسيط. ممكن نحلها، نحل السؤال هذا والسؤال هذا، نلاقي بس اثنين مش هنكتر. اول شيء هذا البار اللي هنا الكبير رابط مين مع مين؟ كثير مهم ان نحدد هو رابط الحد اللي هان مع الحد اللي هان. ليش؟ لان دول منهم ايش؟ اقواس. ممكن افصلهم عن بعض. كيف بفصلهم عن بعض؟ هستخدم نظريه دي مورجن. فبجيب الحد الاول، هاي الحد الاول اللي حل اللي هو الاي زائد بي زائد سي كلها بار، فصلته لحاله. وهذه مين؟ الدي بار، فصلتها لحالها. شو بحط بينهم؟ لازم يصير بينهم اور، لانه ايش بينهم هنا؟ ضغط، يعني من اند حولت لمين؟ لاور. طيب ما خلصناش لانه برضه هذول ايش؟ بدون فك، لانه في نهايه المطاف بعد ما استخدم ديمورجن ثيورم لازم يكون عندي كل فيريبل له بار خاص بي او ملوش، المهم انه يكون مفصول، يعني فيش يكون عندي اكثر من فيريبل بينهم بار مشترك. فنفس الشيء الان بدي اكمل، ما خلصناش، فباجي هان خليني اشتغل تحت هان، هذا حصير عندي اي بار لحالها، وهذا البي بار لحالها، وهذا السي بار لحالها، لكن شو بينهم راح يكون؟ الضغط. هيك انا فكيت هاي زائد، طبعا هذول لحال، زائد مين؟ اللي هو الدي بار. هيك احنا خلصنا، لانه هنا صار عندي كل فيريبل له بار عليه او مالوش، المهم انه ما يكونش عندي بار مشترك بين اثنين فيريبل او اكثر. واضح؟ نحل السؤال اللي هان. السؤال اللي هان نفس الفكرة، ممكن نيجي هان، طبعا شو هنعمل؟ بلاحظ انه في عندي كم من ترم، واحد اثنين ثلاثة بينهم بار، مسكهم كلهم، بقدر افصلهم لحال. باجي هنا بقول هاي A B بار كلها بار، هي أول حد. الحد الثاني سي بار بي كلها بار، الحد الثاني والحد الثالث اللي هو مين؟ اي الاف كلها بار. ايش حيكون بينهم؟ حيكون بينهم ضغط، صح؟ نعم. الان لسه ما خلصتش، لانه في عندي بار هنا ماسك التو فيريبل هذول، وهذا نفس الشيء وهذا نفس الشيء، لازم افكهم. كيف بنفكهم؟ نفس الشيء، باجي بقول هي الاي عندنا، هذه الاي بار لحالها. وهنا عندنا بي بار الاصليه والبار اللي احنا حنضيفه، اوعى تغلط في هاي، شو بينهم؟ اور، هاي اول حد. وحتنزل الضغط هاد زي ما هي، بعدين حاجة هنا على السي بار بار، وهذا الدي بار، شو بينهم؟ اور، لأنه مثلا كان بينهم ايه؟ ضغط، هذه لحالها هي. بعدين اجي هنا هاي الضغط، نفس الشيء، اي بار، وهنا اف البار، شو بينهم؟ زاد، لأنه كان بينهم ضغط. هيك احنا انتهينا. وصار عندنا الناتج الاجمالي اللي هو طبعا انت عايز تلغي هذول، هذا مش هذا الموضوع، المهم هنا صار كل فيريبل حر لحاله، يعني ما فيش عندي بار انا ماسك تو فيريبل امور او رابطهم مع بعض. هاي طبعا من ضمن امثله ديمورجن، موضوع مش مباشر، موضوع سهل. الان احنا عايزين نستخدم الكلام هذا في ايش؟ يعني من بدايه المحاضره وتقول لي بوليان الجبرا وتقول لي ديمورجن ثيورم، كل الموضوع هذا عشان ايش؟ كل الموضوع هذا احنا حكيناه في بدايه المحاضره. اولا الفكره من استخدام البولين الجبرا مينلي بشكل اساسي عمليه السمبليفيكيشن. طب هو السؤال هنا، يعني انا عندي انا هاي لوجيك سيركت مكون من بوابات منطقيه، انا عايز اخففها ليش؟ هو التخفيف بيفيدني في ايش؟
طبيعي بفيدنا. هو كل ما قللنا احنا البوابات المنطقية في السيركت، كل ما زادت السرعة ما بين فترة دخول الشحنة للوجيك سيركت لحديت خروجها. لانه احنا حكينا مثال هاد قبل ايه، كل بوابة منطقية من هدول كانت عبارة عن محطة، وهذه المحطة بتحتاج لوقت بنسميه ديلي. فبالتالي كل ما زادت البوابات المنطقية اللي بتمر من خلالها الباينري ديجيتال سيجنال حتتأخر عندي في الطلوع. واحنا اهم معيار معنيين فيه اللي هو موضوع السبيد او السرعة. فبالتالي احنا الهدف من السمبليفيكيشن ان انا بدي اقلل عدد اللوجيك جيتس اللي حتمر فيها السيجنال، هذا الهدف الرئيسي، ان بدور على السرعة. بالاضافة الى بأننا كل لوجيك سيركت بتكلفني مبلغ معين، فبالتالي انا كل ما قللت فانا بوفر برضو المهم من ناحية مادية، لكن الهدف الرئيسي هو السرعة وليس الهدف المادي. الفكرة هنا المثال اللي حكيناه زي محطات الباص أو محطة القطار. كل ما زادت محطات القطار كل ما تأخر أخذ وقت أكثر لما يصل من المحطة الأولى للمحطة النهائية. هو ما اختلفتش سرعة الباص، يعني القطار سرعة الباص هي، لكن هنا وجود المحطات اللي لازم يقف عندها هذا بيتطلب تأخير. فكل ما قللنا المحطات كل ما وصل أسرع، هو بيزيدش سرعته لكن احنا بتخفف انت العوائق اللي طريقه. فهنا نفس الشيء، احنا هنا ما بقدرش نسرع الشحنة الكهربية لسرعتها ثابتة، بس احنا هنا بدنا نقلل العوائق اللي بتمر من خلال الشحنة الكهربية، وهذا هو الهدف من السمبليفيكيشن. طبعا احنا السمبليفيكيشن حنحصل عليه من خلال قوانين تاعت البوليان الجبر اللي احنا اتطرقنا لهم قبل بشوي. خلينا نعطي مثال، هنا مثال مباشر وواضح. جايل given اللوجيك سيركت الضخمة هذه، هل في مجال نقللها اكثر من هيك ولا لا؟ طبعا حكينا قبل هيك بنفعش ان انا اجي اقعد احذر لو شلنا هيك بنفع ولا بنفعش نشيل التنتين هيك يعني الى اخره، لا. فالحل الصحيح الخطوات كالتالي. اول شيء بدي اجي على اللوجيك سيركت هذا وبدي اعملها مابينج للبوليان اكسبريشن تاعها اللي هو في المثال اللي معانا هاي هيك، خدنا الكلام هذا كيف نحول من لوجيك سيركت لبوليان اكسبريشن تاعها. طيب بعدين هنا بدي استخدم قوانين البوليان الجبرا عشان اعمل عمليه السمبليفيكيشن، وفي نهايه المطاف حيصير عندي اذا في سمبليفيكيشن حيصير عندي طبعا عدد فاريبل اقل وتيرمز اقل، وبعدين برسم الرسم المقابله تاعته. زي ما هنشوف في المثال اللي معنا هنا. المثال ايش بقول لي؟ سمبليفاي ذا فولوينج بوليان اكسبريشن اند درو ذا لوجيك سيركت بيفور اند افتر سمبليفيكيشن. يعني بقول لي مثلا هو معطينا هذا، احنا افترضنا معطينا هذا، هنحول البوليان اكسبريشن تاعها، هذا الكلام بيفور سمبليفيكيشن. لو عايزين نعمل الاختصار كيف بنعمل؟ فحنجيب احنا هاي التيرم او البوليان اكسبريشن اللي معانا. طبعا هذا تكمل للمثال اللي معنا، جبنا اخذنا من البوليان اكسبريشن اللي معنا، والان حنطبق احنا هنا قوانين البوليان الجبر اللي اخذناها. فمن ضمن الخيارات ممكن واحد يجي يقول وقف شوي، احنا ممكن نطلع زي العناصر المشتركه. يعني مثال انا في عندي هاي اي بي بار وهي عندي اي بي بار، فلو اخذتهم انا عامل مشترك حيصفي عندي سي بار زائد سي، صح؟ صح. نيجي هنا الـ AB والـ AB نفس الشيء، بقدر اخذهم انا عامل مشترك فهتصفي عندي C بار زائد C زي ما احنا شايفين. طب احنا بنعرف في قوانين البوليان الجبرا C بار زائد C هاد دائما وابدا هتساوي مين؟ واحد. واي فاريبل هنا مضروب في واحد حيساوي نفسه. وهنا نفس الشيء هذا حتساوي واحد. عشان هيك لما جينا هنا هذا الـ AB نزلت كما هي. والـ AB بار نزلت هنا كما هي. وهذه اللي هي نزلت كما هي، في اختصارات غير هيك؟ نعم، ممكن اخذ انا الـ A والـ A عامل مشترك. بان انا اجي هنا، هي A لما اخذتها عامل مشترك حصفي عندي B بار زائد B، طبعا هذا برضه بتساوي ايش؟ برضه بتساوي واحد. فحيصفي عندي انا في نهاية المطاف هنا A بار BC زائد مين؟ زائد A. طبعا هذا الكلام بيساوي مين؟ هاد. انا هنا في خطوه اختصرتها وربما حكيت في الموضوع هذا الفصل اللي فات، بس راح ابين لك المثال اللي هنا. لو رجعنا احنا على القوانين، في من ضمن القوانين كانت هاد.
لو ايش بقول لي هان؟ لاحظ لما نقول احنا A زائد A بار ال B بيعطيني A زائد B، هو ايش بيعطيني؟ هيعطيني هاي زائد زائد مين؟ زائد الكوفيشنس او المعامل تاع مين؟ تاع A بار. يعني مثال لو كان عندنا A زائد A بار B C D مثال، هذا حيساوي ايش؟ حيساوي A زائد B C D، هاي معناه اللي هو الكوفيشنت. لو طبعا نتذكر الموضوع هذا ونرجع لمين؟ على السؤال تاعنا. هاي السؤال اللي هنا هيك بنحينه. السؤال اللي حكينا عنه في نهاية المطاف هذا حيعطيني، هذا هي A زائد A بار B C. هذا حتساوي ايش زي ما اخذنا؟ هذه A لحالها زائد مين؟ المعاملة تعين الـ A بار هم مين؟ الـ B C، عشان هيك طلعت لنا هيك، واضح؟ الآن هذه هي بعد هيك ما فيش اختصارات، كابوليان الجبرة، احنا انتهينا، ليش حنعمل؟ حنرسم الرسمة أو الـ equivalent logic circuit تاعت البوليان اكسبريشن هذا. فلاحظ فرق شاسع، هذا اللوجيك سيركت اللي أنت شايفها ليها ثلاث مدخلات، مكونة فقط من تو لوجيك جيتس. هذه تعمل بالضبط نفس عمل مين؟ نفس عمل اللوجيك سيركت هاي. طب انا اختار مين يعني بالمنطق؟ طبعا مش هختار هاي، اذا في مجال هختار مين؟ اللي هو هاي اللوجيك سيركت. ليش؟ لان هذا حتوفر عندي وقت وقت وماديا وتكلفه، لانه في نهايه المطاف هذه حدفع حق فقط تو لوجيك جيتس، بالاضافه الى انه السيجنال اللي بتمشي حتجتاز اكم يعني بالكثير اكم من لوجيك جيت تنتين او احيانا واحد، فكثير طبعا هذا اسرع وهذا افضل. عشان هيك هذا المثال بوضح لي اهميه البوليان الجبر. هذا مثال ثاني لعمليه السمبليفيكيشن، طبعا هنعطي امثله كثير احنا في الواجب يغطي كل المواضيع هاي، لان هذا الموضوع بيتطلب براكتس. طيب المثال اللي معنا هان given اللي هو طبعا هاي البوليان اكسبريشن، طبعا هذا بيرمز لمين؟ للوجيك سيركت معين. فنيجي هنا عايزين نبسط، طبعا ما بنقدرش احنا نتحرك طالما انه في عندي بار زي ما انت شايف هان مربط لنا مين الفاريبل، شو هستخدم؟ قوانين دي مورجان، هو بيحل لنا المشكله هان. فاول شيء نجي نطلع احنا هو عباره عن حدين، هاي الحد الاول وهي الحد الثاني. شو بعملهم؟ هاي بدي امسك الحد الاول ذات واي بار، هاي الحد الاول وبدي احط عليها كمان بار، والحد الثاني هاي واي بار زائد زد، طبعا كلها بار صح؟ احط عليها ايه؟ كلها بار، ايش احط بينهم؟ زائد، يعني هذه كلها هيك زائد هذه كلها هيك. طبعا لسه الموضوع انا ممكن ايش اعمل؟ هذول بقدر يلغوا مع بعض، هيك انا حليت المشكله وريحت راسي، نفس الشيء. اجي هنا لسه عندي هذا ربط لي بالاثنين هذول، فهتصير عندي اكس دوت واي بار زائد واي بار بار زد بار وبينهم ايش؟ دوت. شو حتساوي عندي؟ اكس دوت واي بار زائد واي زد بار. في غير هيك؟ طبعا احنا هنا ممكن لعند هنا نقف، ممكن ندخلهم يعني نضربهم في بعض ما فرقاش، انما هذا يعتبر موست مينيمايز. فانا بديت من هان ووصلت لهان. طبعا لو نطلع اكمل لوجيك جيتس كانت عندي هان، تعالوا نعد مع بعض. هاي عندي نط 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اعتقد 8 لوجيك جيتس. هان عندنا كم؟ 1 2 3 4 5. فمن 8 لوجيك جيتس ل 5 لوجيك جيتس، طبعا انا لازلت محافظ على نفس الفانكشناليتي، يعني احنا لو جبنا الترو ستيبل لهال والترو ستيبل لهال حنلاقيهم نفس الشيء. طيب مثال ثاني، مثال اللي هنا خلينا نشتغله هنا هيك مباشره. طبعا هذا مثال طويل ومبين هاد لوجيك سيركت كبيره،
ما فيش داعي نقعد نعد اللوجيك كيس، بس ممكن نبدا هي عندنا not not and and or or not and and or not 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 or الى اخره. فعايزين نعمل، طبعا احنا ما نقدرش نعمل simplification غير نفك من البار. فطبعا لفك البار هذا الحد اللي هان والحد اللي هان، عشان هيك هذا صار اي بي بار، والبار لحاله صارت الضغط تصير ايش زائد، وهنا عندنا اي زائد سي كلها بار. بعدين نيجي هنا هيك عايزين نفك اللي هان، هذول عندي ثلاث حدود، فالثلاث حدود اساوي عندي اي بار بي بار بار سي بار بار، وش بينهم بيصير ضغط ضغط بدل اور اور. احنا هيك فكينا باستخدام ديمورجن، طبعا لسه هذا ما خلصتش منها، اخلص منها الان. فهو انا بقول لي طبعا وهذا نفس الشيء، شايف ان هنا هنعمل حصير عندي اي بار وهنا بي بار البار، طبعا الضغط حصير ايش زائد قانون ديمورجن. كمان مره هذا نفس الشيء، هذا حصير اي بار وهذا سي بار، لكن شو بينهم ضغط؟ لانه كان بينهم ايش اور، قانون ديمورجن. نيجي هنا دخلنا احنا، طبعا احنا لو لغينا هذول بروحهم مع بعض زي ما اخذنا في قوانين البولين الجبرة، واحنا دخلنا الان قيم، صارت عندي اي بار البار A بار A بار B B C. طبعا احنا A بار A بار هذه لحالها بتساوي A بار، وبي B هي نفسها بتساوي B، وهذا حتصفي عندي C زي ما احنا شايفين طلعت عندي زي هي. نيجي انا نزلناها هذه زي ما هي، وهذه لغيناها مع بعض هي صارت B زائد A بار. الان احنا نشوف هل في عندنا شغلات مشتركه ممكن نختصرهم. نعم، بقول لي لاحظ هاي في عندنا A بار وعندنا هاي ال A بار، تعال ناخذ ايه عامل مشترك. لو اخذنا ايه عامل مشترك حيتصفي عندي واحد زائد مين سي بار، طبعا عشان هذا كله ايه حيلتغى هذا بيساوي واحد صح، زائد مين هاي بي تنساش زائد البي هاي زائد هذا الحد نزل كمان هو، فصفت عندي ايه بار زائد بي زائد ايه بار بي سي. كلام واضح. ايش ناخذ عامل مشترك؟ ماخذين هذا بي هاي هذا وهذا عامل مشترك، فصفت عندي ايه بار زائد دي زائد B، طبعا هنا واحد زائد A بار C، هذه كلها برضو حتساوي واحد، فصفت عندنا A بار زائد B. طبعا فرق شاسع تقريبا عندنا، ما عدتهم مش هكمل لوجيك جيتس، بس ينبغي ان هذا اضخم بكثير من هاي. طبعا اعتمد هاي لانه هذه الرسمه تعرفها كثير بسيطه، هذه عباره عن اور، وهنا عندنا هاي النط وهاي الاي وهذه مين وهي البي، موضوع كثير بسيط. فطبعا اعتمد هذا. مين اللي ساعدني وكيف قدرت احصل على الكلام هذا؟ طبعا كل هذا باستخدام اللي هو البوليان الجبرا. الان احنا هذا برضو مثال رابع، فيش داعي ابدا الصوره توضح هان. طبعا هو الاهم من هذا المواضيع كل اسئله الواجب هتعزز اللي هو كل الخيارات اللي هتكون امامك، بس خلينا انا في سؤال هنا عشان يوضح بالصوره اكثر. معطيني لوجيك سيركت زي هيك، خلينا نحله مع بعض، وقايل لي رايت بولين اكسبريشن تاعت اللوجيك سيركت هاي، بعدين سمبليفاي، اعملها سمبليفيكيشن باستخدام طبعا اف بوسيبل اذا امكن باستخدام بولين الجبرا. بعد ما نخلص عايزين نرسم اللوجيك سيركت النهائيه بعد السمبليفيكيشن اذا في سمبليفيكيشن. كيف بنحل؟ اول شيء هاي اللوجيك سيركت عندي، هي بمعنى اخر هاي عندنا جيفن هذا اللوجيك سيركت، ممكن ترسم لي لوجيك سيركت اقل من هذا موست سمبليفايد، في مجال ولا فيش؟ حنعرف مع بعض. اول شيء عشان اشتغل صح هذه اللوجيك سيركت لازم احولها لبوليان اكسبريشن صح؟ كيف بنحولها لبوليان اكسبريشن؟ اول شيء باجي هنا هيك، هذه عندي هاي الاي وعندي هنا هاي الاي، عشان ماشيين بالاول، وعندي هان هاي الاي، هاي عند البي، وعندنا هنا هاي البي، عندنا هان هاي السي، وعندنا هنا هيك هاي السي. طبعا هذا الاي بتصير هنا اي بار، والبي بتصير ايه بي بار. طيب هان السي بتصير سي بار. هان اللي عندي ناند يعني اند ونات، فهتساوي عندي اي بار دات بي بار كلها بار، هذا النام. اللي عندنا هنا هذول بينهم ان، يعني هنيجي نقول هنا اي بار ضغط بي بار كلها بار، اند مع الاي اند مع السي بار، هاي الحد اللي هنا، هذا اي ضغط
بي ضغط سي مباشر. هدول الحدين ايش بينهم؟ اور. الموضوع بسيط، هيصير عندي هنا اي بار بي بار كلها بار ضغط اي ضغط سي بار زائد اللي هو اي بي سي، صح؟ هذا اللي طلع معي اللي هو مين؟ البولين اكسبريشن تاعت اللوجيك سيركت. هاي السؤال هنا، هل بقدر اعمل سمبليفيكيشن لها ولا لا؟ هنشوف مع بعض. اول شيء خلينا نرسم احنا بشكل اوضح من هيك. هذه عندنا هاي اللي بار بي بار كلها بار ضغط الاي ضغط سي بار زائد اي بي سي، طبعا بينهم ضغط او بدون نفس الفكره. فبقدرش انا اشتغل هنا غير لما احرر مين؟ افك اللي هو البار المشترك اللي هنا باستخدام بي مارجن، وحاجه اقولها انا حتعطيني اي بار بار، وهنا مين؟ بي بار بار، طبعا بينهم ايه؟ زائد. هدول مع مين؟ مضروبين في الاي سي بار زائد اي بي سي. طيب احنا دول طبعا بيلتقوا مع بعض، هي معناهم ايه؟ ها طبعا ممكن ادخل هذه هان، فحتصير عندي انا هاي اي اي سي بار زائد اي بي سي بار، صح؟ زائد من الحد اللي هان اللي هو الاي بي سي. خلينا نوصلها. طبعا بقدر انا هذه الاي والاي حتساوي مين؟ حتساوي نفسها اللي هي مين؟ هاي A C بار زائد A B C، A نفسها A زائد A B C. ناخذ مين؟ ممكن ناخذ احنا A B عامل مشترك، يعني ممكن نقول هنا A C بار زائد A B مين C بار زائد C، هذا حتساوي واحد. حيصفي عندنا هذا لحالها A C بار زائد A B، ممكن ناخذ مين عامل مشترك؟ ال A. نقول المعنى المشترك بيمشي الحال، هاي الـ A بيصير C بار زائد مين؟ زائد B. طبعا أكثر من هيك ما فيش عندي سمبليفيكيشن، وهذا هو نهاية المطاف. هلا ايش بدي أعمل؟ عايز أرسم اللوجيك سيركت تاعتها. الموضوع بسيط، حنرسم AND. هذا الـ AND الحد الأول فيها مين؟ A. الحد الثاني فيها الـ OR بين مين ومين؟ بين الـ C ومين؟ C بار والـ B. هذا رسمته. طبعا لاحظ كم لوجيك سيركت ريل جيتس عندنا هنا 1 2 3، لكن هذه 1 2 3 4 5 6 7. هذه وهذه ايكويفالنت، نفس الترو ستيبل، نفس الفانكشن تيبل. فبالتالي نعم هذه موست سمبليفايد من اللوجيك سيركت. هاي قدرنا نعمل الكلام هذا عشان نشوف فعلا اهميه البوليان الجبرا. طيب